حنا تنتواجدوا بوزاره الخارجيه ديال الجاليه ديال المغرب هنايا تنضوض على حقنا ديال البيرمي. حنا درنا مظاهره في روما ودابا جينا باش نديروا ان شاء الله مظاهره هنايا باش نضويو على حقنا على حساب البيرمي. دابا عندنا حنا بيرمي، دابا هذا هو البيرمي عندنا حنايا. دابا عندنا واحد البيرمي حنا فيه البروبليم، اش البروبليم ديالو؟ دابا الطاليان فاش مشينا بغينا نبدلوه قال لك هذا البيرمي هذا، قال لك البيرمي ما تيتبدلش عندنا في الطاليان، خاصها تكون عندكم ورقه تجيكم المغرب، باقي ما داروش اتفاقيه معنا. وحنا بغينا ان شاء الله هذه الوقفه هذه ديروا معنا شي حل فيها، الله يجازيكم بخير، حيت مضرين حنا ومضرين الخوت ومضرين الناس بزاف بعائلاتهم. الوزاره ما تواصلاتش معنا، الوزاره تواصلت مع واحد الاخ ما خرج عندنا حتى واحد هنا، حيت دخلونا واحد، دخل واحد السيد ما خرج عندنا حتى واحد، ما هضر معنا حتى واحد اصلا، قال لك من هنا واحد السيمانه غنحلوا هاد البروبليم هذا. وهي داز دابا راه من تقريبا من شهر ربعه لدابا وباقي ما كاين حتى حل. وحنا هو دابا راه من 2019 وحنا تنعانيو من هاد الموضوع هذا، من 2019 وحنا تنعانيو من هاد الموضوع ديال هاد البيرمي هذا. كامل هاد البيرمي هذا 2019 و2020 و2021 وحنا 22 وباقي ما كاين حتى حاجه. حنا تنمشيو تيقولوا لنا جيبوا الوراق من المغرب، حنا دابا هذوك الوراق ديال المغرب تنتكلفوا بهم تنجيبوهم، وصلناهم اليوم تيشدوا من عندنا البيرمي، تيشدوا من عندنا كل شيء، تنخلصوا فاش يوصلوا تيوصلوا يشوفوا هذاك الشيء ديال البيرمي تيلقاو هذه النسخه الجديده. هذه النسخه الجديده ما تتعطيهمش، فاش نقولوا لهم علاش يقول لك حيت المغرب باقي ما دارش معنا اتفاقيه، حنا فاش نعيطوا تنهضروا مع الوزاره وهادشي هنايا في المغرب تيقول لك باقي ما كاينه لا اتفاقيه لا والو، ولكن المغرب تيقول لك لا حنا درنا معاهم اتفاقيه. بسبب المشكل ديال رخصه السياقه الجديده اللي صدر المغرب في 2000 في اواخر 2019 2020، اللي ما رسلش المعلومات ديالها للسلطات الايطاليه والسلطات الايطاليه كتقول لنا حنا ما توصلناش بهذا الشيء، كتبدل الاتفاقيه مبرومه مع المغرب في 1991، يعني البيرميات كاملين كيتبدلوا الا النسخه الجديده اللي باديه من 2019 والفوق معروفه بنسخه 2020. هذا المشكل اللي عمل واحد الكابوس كيعيشوا جميع المغاربه في ايطاليا، وايطاليا ما يمكنش تعيش فيها بلا بيرمي، يعني ما عندكش بيرمي في ايطاليا يعني ما عندكش رجلين، تمايا كتولي عندك فرص الشغل قليله، كيولي عندك بزاف ديال المشاكل، خصوصا الا كانوا عندك الاولاد عندك تقضيه، يعني كتولي عايش واحد الحاله مزريه.